أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها المشاهدون الكرام جميعا ورحمه الله وبركاته أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا بصائر لأقف وقفة تربوية مع بعض السور القصار في كتاب الله أحاول أن أقف في هذه الحلقة مع سورة الناس وهي قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنه والناس السوره الشريفه تريد ان تربي مجموعه من الامور في اعماقنا وفي ارواحنا وفي سلوكنا البعد الاول الذي تربيه هذه السوره هو بعد عقائدي نفسي قلبي روحي وهو قضيه اللجوء الى الله تبارك وتعالى والفزع اليه. هذه المساله ايضا تسير وتصب في سياق التربية العقائدية من جهة، والتربية الروحية والنفسية من جهة أخرى، فينبغي أن يعتقد الإنسان من خلال قراءته لهذه السورة الشريفة، أن الملجأ والمفزع والمعاذ هو الله تبارك وتعالى. ربما الناس تفزع الى ملوك تفزع الى سلاطين فالله تبارك وتعالى يقول لهم كل ملك ستفزعون اليه فهو ضعيف امام الله تبارك وتعالى ومن هنا اختصرت هذه السوره الطريق على الانسان وعلى المؤمن أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن يفزع إليه، وربما يتصور البعض بأننا حينما نعبر بهذا التعبير فهذا يعني أننا نلغي الأسباب والوسائل التي قد يعتمد الإنسان في وصوله لبعض النتائج على توفيرها، هذا أمر ينبغي ان نشير اليه، وهو انه في الوقت الذي ينبغي على الانسان في كل مساله يريد ان يحققها، وكل نتيجه يريد ان يصل اليها، لابد ان يهيئ الاسباب، ولكن ينبغي ان يلتفت الى ان هذه الاسباب لولا كون الله تبارك وتعالى، او لولا كون الله تبارك وتعالى هو الذي اراد لها ان تسير بهذا النسق وبهذه الطريقه والمنهجيه لما كانت النتائج تتحقق. من هنا السوره الشريفه تؤكد علينا بان نفزع الى الله تبارك وتعالى. طبعا هنا عندما دعتنا إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وأدبتنا بهذا الأدب قل قل أعوذ وألجأ وأتحصن برب الناس ملك الناس إله الناس لماذا؟ لأنه هناك مشكلة يتعرض لها ان لم يكن كل الناس اكثر الناس، ولا شك انها تمثل حديث النفس، حديث النفس الذي يمثل في كثير من الاحوال مقدمات لسلوك، احيانا الانسان يحدث نفسه بالمعصيه على سبيل المثال هذا الحديث النفساني قد يترجم بعد ذلك بواقع سلوكي قد يحدث الانسان نفسه بشكوك في الله تبارك وتعالى وشكوك في العقائد الاخرى الحقه وبعد ذلك هذا الحديث النفسي يترجم الى واقع عملي ينكر من خلاله في الظاهر وفي العلن ما كان حديثا نفسانيا قد يمثل احيانا الحديث النفسي حاله من سوء الظن في الاخرين او حاله من اتهامهم بتهم هم منها براء وما الى ذلك حديث النفس ليس له حد وليست له ضوابط خصوصا ان القران الكريم يرشدنا الى ان هناك عوامل تساعد على تاكيد حديث النفس هذا وهو الوسواس الخناس. الوسواس الخناس كما في بعض الروايات هو فرد من افراد ابليس وجندي من جنوده اسمه هذا الاسم الوسواس الخناس والوسواس هو الذي يمارس عمليه الوسوسه اي حديث النفس يعني هو الذي يعين الانسان او يغري الانسان بهذا الحديث النفساني الوسوس له يعني يجعله يعيش حديث النفس والروايات التي وردت عندنا هي ان الله تبارك وتعالى عندما انزل قوله تبارك وتعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم جمع ابليس اعوانه وجنوده ورجاله قال لهم من منكم لهذه الآية قام شخص وطرح خططه وخطواته وما إلى ذلك في إغواء الناس لم يقبل إبليس قام ثان قام ثالث إلى أن قام هذا الوسواس الخناس وقال أنا لهذه الآية قال له ماذا ستصنع قال أوسوس لهم بالمعصية حتى يفعلوها فإذا فعلوها أنسيتهم الاستغفار. لاحظوا هذا المخطط مخطط شديد جدا لأنه يضرب مركز القوة عند الإنسان المؤمن. مركز القوة عند الإنسان المؤمن ما هو أيها الأحبة؟ مركز القوة عند الإنسان المؤمن هو ان يذكر الله وان حصلت له احيانا حالات من الابتعاد وحالات من البرود والفتور في العلاقه مع الله تبارك وتعالى لكن اقوى شيء عند الانسان ان لا يغفل عن الله تبارك وتعالى غفله مطبقه وغفله دائمه هذا هو الموت الاعظم الموت الاكبر ولذا في ايات كثيره يشير ربنا جل وعلا الى ان هذا الراسمال الاساسي وهو الذكر المستمر وان كدرت صفوه بعض الاكدار يقول تبارك وتعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الذين إذا ظلموا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله لاحظوا من هنا نحن نرى أن هذه السورة الشريفة تؤكد على هذا الجانب جانب أن هذا الشيطان وهذا العامل الذي يريد أن يحطم مركز القوة ينبغي أن تكونوا متنبهين اليه. ومن هنا نجد ان الله سبحانه وتعالى جعلنا نلجا اليه بكل ما يمكن ان يتصور للجوء. يعني احيانا، لاحظوا هذا بعد تربوي. بعد تربوي ان الانسان حينما يفكر ربما يقول بانه نحن سنلجا الى ملك. سنلجا الى قوي سنلجا الى سلطان سنلجا الى جبار سنلجا الى انفسنا سنلجا الى ارادتنا سنلجا الى قوانا ربنا جل وعلا يقول دعوا عنكم كل هذه الملاجئ نعم قلت في بدايه الحديث بان توفير الاسباب هذه مساله لا بد منها ولكن ليست باعتبار انها هي المؤثره، لا المؤثر هو الله تبارك وتعالى. هذا يعلمنا اياه ربنا في ايات كثيره. ولكن الذي تريد الايه ان تؤكد عليه وان تربيه هو قضيه اللجوء الى الله بكل انحاء اللجوء وفي جميع أقسامه يعني إن كنا نتصور أنه بإمكاننا أن نلجأ إلى أنفسنا يقول لنا ربنا الجأوا إلى الله تبارك وتعالى إن كنا نتصور أننا يمكن أن نلجأ إلى أمثالنا يقول لنا ربنا الجأوا إلى الله تبارك وتعالى فإذا كأن السورة تربي جانب قطع كل حاله من الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى وتحويلها بحاله الاعتماد الى الله سبحانه وتعالى وعلى الله ولذا هنا ذكر عده اوصاف قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس يعني ثلاثه اوصاف من اوصافه تبارك وتعالى حتى يقول لنا بأن اللجوء ينبغي ان يكون على الله بمختلف التجليات وفي اوضح الصور كل ذلك من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس هذا الذي بمجرد ان تعيشوا حالة من الاعتماد على الله فإنه يخنس يعني يختفي صح ربما يظهر اولا ولكن عندما يكون اللجوء قويا وبكل تركيز وبكل شموليه وعموميه لكل صفات الله تبارك وتعالى لاكثر الصفات الالهيه فان هذا يختفي اقف مع فاصل قصير ثم اواصل حديثي معكم ان شاء الله أرحب بكم أحبتي المشاهدين الكرام مرة أخرى وأتواصل معكم في حديثي حول وقفات تربوية في قصار السور وكنا نتحدث في سورة الناس وأن الله سبحانه وتعالى أراد لنا من خلال هذه السورة أن نلجأ إليه اريد هنا ان اتحدث حول ما نتعرض اليه جميعا من الحالات المختلفه من الشعور باحاديث نفسانيه وربما وسواس او وسواس قهري عند البعض هذه الأمور أيضا قد يتعرض لها كثير من الناس وجانب من جوانبها يمثل هذه الحالة هذه السورة تربي فينا هذا البعد في اللجأ إلى الله تبارك وتعالى قلت في نفس الوقت ربما نحتاج إلى أسباب ظاهرية ولكن الأسباب الحقيقية والأسباب الباطنية لا ينبغي أن نستبعدها وأن نتركها هي الأصل وهي الحل ربما مثلا أحيانا يعيش البعض حالات من المشاكل النفسيه. نحن نقول لهم وان حاولتم ان تستفيدوا علاجا من المعالجين بالطرق المختلفه ولكن ركزوا على العلاج الالهي. قد تعيشون مشاكل اسريه ومشاكل اجتماعيه، مشاكل ماليه، نعم اقول باننا لا نترك الحديث حول الاسباب الموضوعيه والعلل التي ربما نتمكن من كشفها وتشخيصها ولكن مع ذلك ينبغي ان نجعل الاساس هو الانطلاق من الله تبارك وتعالى يعني حتى الحصول على هذه الحلول الحقيقه الحلول الماديه او الحلول التي قد يظهر انها من عند البشر هي بهدايه من الله تبارك وتعالى وبتسديد منه ومن هنا اقول هذا التركيز هذا التركيز الذي نستفيده من الايه يعني نحن ايها الاحبه لو اردنا ان نقوم بعمليه مقارنه بين هذه السوره سوره الناس وسوره الفلق التي هي سابقه لها في ترتيب المصحف الشريف سنجد بان سوره الفلق قد ذكرت وصفا واحدا من اوصافه تبارك وتعالى وجعلته معتمدا يتخلص به الانسان من امور كثيره يعني لاحظوا يقول تبارك وتعالى في السورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق فقط قل أعوذ برب الفلق ولكن لاحظوا المستعاذ منه متعدد من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يعني أربعة أمور استعاذ منها المؤمن بوصف واحد من اوصاف الله تبارك وتعالى وهو قل اعوذ برب الفلق رب الذي يفلق الصباح او يفلق الحب هذه في بعض التفاسير اجمالا اشاره الى صفه من صفاته تبارك وتعالى بينما في سورة الناس لاحظوا هنا قل أعوذ برب الناس هذا وصف من أوصافه تبارك وتعالى فهو رب الناس ألجأ إليه ملك الناس وصف آخر من أوصافه لأن الناس ربما تعوذ بالأرباب بالملوك إله الناس لاحظوا هنا ثلاثة أوصاف من أوصافه تبارك وتعالى لتجعل المستعاذ منه واحدا المستعاذ منه ما هو من شر الوسواس الخناس هذا أمر خطير وأمر بالغ الصعوبة فلذلك احتاج إلى الاعتماد على هذا الكم الهائل من الصفات الإلهية والتي ينبغي أن يلجأ الإنسان من خلالها الى الله تبارك وتعالى ولذا هنا تربي عندنا الايه استشعار اننا في الحديث مع الله تبارك وتعالى انه هو ربنا هو ملكنا هو الهنا فلا ينبغي ان نميل بانفسنا حتى وان اثرت او وان ظهر لنا بحسب الظاهر تاثير بعض الاسباب الا انه يبقى المؤثر الاول والاخير هو الله تبارك وتعالى. قل اعوذ برب الناس كل الناس مهما حاول الناس ان يجحدوا بنعم الله ويبتعدوا عن الله تبارك وتعالى الا انه ربهم ومدبرهم حتى هؤلاء الذين قدموا لنا بعض المعينات وبعض العلاجات وبعض الاسباب الظاهريه هؤلاء ايضا هو ربهم وهو الذي دبرهم وهو الذي ارشدهم الى ان يوصل إلينا تلك الإعانات أو أيضا هو ملكهم فلا يوجد ملك سواه ومالك سواه تبارك وتعالى وهو إلههم جميعا حتى وإن كانوا يؤمنون بغيره تبارك وتعالى إلا أنه هو الذي ينبغي أن يعبد الإله هو المعبود هو معبودهم وهم عبيده شاءوا ام ابوا بعد ذلك آه الايه آه تبين انه هذه الوساوس التي تحصل في النفس الداخليه في صدور الناس كنايه عن ما يكتنفه هذا الجسد من القلب من النفس من ال الأمور التي تستقبل المشاعر الداخلية يقول هذا قد يكون أحيانا سببه من الجن الذين الذين لا يرون وكما قلنا في مصداقه الواضح هو الوسواس الخناس ولكن أحيانا قد يكون هناك بشر وهذه مسألة مهمة تريد السورة أيضاً أن تربيها فينا وهي أنه هناك بشر قد يثيرون الإشكالات ويثيرون التشكيكات ويثيرون الشبهات وهذه قد تعلق في أنفسنا في عقولنا في قلوبنا وتبقى تتضاعف وتتركز الى ان توجد حديثا نفسيا مستمرا عندنا وبالتالي ايضا هذه تؤثر على سلوكنا تؤثر على عقائدنا نحن نجد في ازماننا هذه قد كثرت الشبهات والاطروحات والافكار وانا اوصي نفسي اولا اوصي المشاهدين والمشاهدات الكرام جميعا بان يعيشوا حاله اساسيه من اللجوء الى الله تبارك وتعالى ليس فقط الذي يحقق الوسوسه هي ما يرتبط مسائل الطهاره والنجاسه وما الى ذلك لا وانما ما يرتبط بالعقيده واحد عوامله كما تنص السوره الشريفه احد عوامله هو عامل خفي وهو الجن ولكن هناك عامل اخر وهو الانس من هنا النتيجه والخلاصه التي نستخلصها من هذه السوره الشريفه انها تربي فينا هذا الجانب المهم وهو اللجوء إلى الله فأوصيكم أعز... أعزائي وأحبتي المشاهدين باللجوء إلى الله تبارك وتعالى ليلا نهارا في كل وقت في قيامكم في قعودكم في مناقشتكم في تلقيكم للأفكار أن تلجأوا وأن تعوذوا بالله فإنه تبارك وتعالى نعم الملجأ ونعم المستعاذ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين